السلام عليكم. حزمة من القرارات الجمهورية الجديدة تضمنت تعديلات في حكومة أحمد عبيد بن دغر وتعيينات في مواقع حكومية أخرى. هي القرارات الأوسع منذ انطلاق عاصفة الحزم ومعركة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. القرارات وصفها الكثير بالمهمة، خصوصا قرار البنك الذي تعلق بملف الاقتصاد الذي وضع حدا لما عرف بالهدنة الاقتصادية، والتي يقول مراقبون اقتصاديون أنها أدت إلى استنزاف الاحتياطي النقدي والعبث بالموارد من قبل ميليشيا الانقلاب تحت لافتة المجهود الحربي. الظروف التي عمل في ظلها البنك تحت سلطة الميليشيا أسهمت في توجيه آليات عمله على نحو معاكس لأهداف الحكومة الشرعية في التصدي للانقلاب. محافظ البنك الجديد أوضح من جهته في مؤتمر صحفي جملة من المخالفات القانونية للبنك المركزي اليمني، من بينها إدارة حساب الحكومة في البنك بصورة مخالفة للقانون مكنت الميليشيا بالتصرف بالموارد العامة للدولة، وكذا حرمان موظفي المؤسسة العسكرية والمدنيين من الرواتب، إضافة إلى صرف 25 مليار ريال يمني شهريا للمجهود الحربي، أي ما يعادل 100 مليون دولار. وهنا نتساءل، هل القرار جاء في توقيت مناسب وحساس؟ وما هي دلالة هذا التوقيت؟ هل لدى الحكومة القدرة على إدارة هذا الملف وتأمين المشاريع في عدن؟ وسؤال أهم، هل سيكون قرار نقل البنك طوق نجاة للانقلابيين أم سيمكن الحكومة من إدارة البلاد واستشعار المسؤولية تجاه المواطن؟ مشاهدينا الكرام، على خلفية التعيينات الجديدة وقرار نقل البنك ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الخبير الاقتصادي عبد الكريم العواضي، فأهلا بكم وبه. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، قبل أن نبدأ نقاش أهمية نقل البنك المركزي ودلالة هذا النقل وأيضا أبعاده، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليه. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، هكذا كان لسان حال المتابعين للتعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على حكومة بن دغر، وشملت 9 حقائب وزارية أبرزها الإعلام والمالية. إلا أن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى عدن كان الحدث الأبرز، حيث قوبل بردود فعل متباينة، خصوصا مع ما تمر به البلاد من وضع اقتصادي مزر هو الأخطر كما يصفه مراقبون. خبراء اقتصاديون رأوا أن نقل البنك المركزي سيمكن الحكومة من التواصل مع الخارج لإعادة الهبات والمنح والحصول على القروض، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات النفطية من أجل عودة الإيرادات من القطاعين النفطي والغازي التي يعول عليها للحفاظ على البنك المركزي والهيكل الاقتصادي القائم من عدم الانهيار. فيما يرى آخرون أن القرار سيكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، إذ أن نجاح مثل هذه القرارات يعتمد بصورة أساسية على كفاءة الحكومة في إدارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والدول الراعية للمبادرة، وكذلك البنك وصندوق النقد الدولي. وقبل ذلك عودة نهائية للحكومة إلى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير أعمال البنك وانتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها في إدارة البلد سياسيا واقتصاديا. بن همام محافظ البنك السابق كان قد حذر من هذه الخطوة. عملية المساعدة بالبنك المركزي بوحدته، نقل البنك المركزي إلى أي مكان آخر، بالتالي تفتيت البلاد. يتحدث بن همام كردة فعل لما سبق وأعلن عنه بأكثر من مناسبة من قبل الحكومة عن نواياها بوقف الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء، واتهامها لإدارة البنك الخاضعة لسيطرة الميليشيا بتجاوزات عدة أبرزها تمويل الحرب على اليمنيين باسم المجهود الحربي. محافظ البنك المعين حديثا في مؤتمر صحفي عقب تعيينه أشار إلى جملة من المخالفات القانونية للبنك المركزي، أبرزها إدارة حساب الحكومة في البنك بصورة مخالفة للقانون وتمكين الميليشيا من التصرف بالموارد العامة للدولة وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثي. فهل بانتقال البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن سيساهم في تحويلها لحاضنة لكل اليمنيين من كل المحافظات؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة. إذن مشاهدينا الكرام، استعادة البنك هل ستكون استعادة للاقتصاد أم تداول للفشل؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم مع ضيفي الذي أرحب به مجددا عبد الكريم العواضي. مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذ عبد الكريم. كان هناك حزمة من القرارات ربما أكثر ما تداولها يعني المراقبون هو نقل البنك، لو بدأنا بالحديث عن هذه النقطة،
كيف تقرأها؟ هل تجدها خطوة صحيحة أو قرار اتخذ في حينه؟ كما قال التقرير، أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. الآن نحن في حالة حرب. نعم. عندما نكون في حالة حرب يجب أن نقف في خلف الحكومة مهما كانت القرارات، فبعد انتهاء الحرب يبدأ عملية المحاسبة لكل مقصر. الآن البنك المركزي يجب عليه أن لا يلتفت للماضي، ولكن الماضي ثقيل جدا، لكن نحن الآن في حالة حرب. عملية فتح الملفات الداخلية الآن هي عبارة لن يستفيد منها إلا جماعة الحوثي، كل شيء يغلق. لكن أن تحمل الحكومة ماضي البنك بثقله، هل ستستطيع أن تدبر الأمر رغم أن البنك آتي لها بالكثير من الثقل، خالي الوفاض تقريبا إن صح لي القول؟ دعني أسرد لك. نعم. أولا لماذا السبب نقل البنك؟ نعم. وكان مفترض نقل البنك قبل عام ونصف، تبدأ عملية نقل البنك وإبلاغ البنك الدولي وإبلاغ المؤسسات الدولية بين توقيع محافظة البنك المركزي، لم يعد مقبول. المحافظة تقريبا على حوالي مليار ونصف دولار احتياطي للنقد اليمني في الخارج، هذا كان متبقي. أما بقية الأصول هي عبارة عن أصول وهمية تم استنزافها بصراحة، هي أصول ورقية الموجودة للبنك المركزي تم استنزافها في عهد النظام علي عبد الله صالح، هي عبارة عن مديونيات لمؤسسات الدولة، وتبقى فقط تقريبا حوالي مليار إلى مليار ونصف دولار في مؤسسة النقد وحسابات في بنوك دولية. فكان المفترض أول خطوة تكون هذه الخطوة. مشت الأمور، وأتوقع أنها كانت هناك جهات دولية هي من تضغط على التحالف، تضغط على الحكومة اليابانية بعدم نقل البنك وأن يكون البنك محايد. دائما ينظر في سياسة البنوك المركزية أن البنوك المركزية هي عبارة عن بنوك محايدة، بمعنى محايدة أنه لا يتمت دخل الحكومة في عملية البنوك، ولكن الصحيح بأن البنوك هي أصلا مملوكة للحكومات باستثناء ربما الولايات المتحدة الأمريكية، أما كل بنوك العالم هي أصلا ملك للحكومات، ولكنها تكون سياسة النقدية نوعا ما في حل عن الحكومات تضع سياسة النقدية. فبدأ عملية القرار. القرار الآن المهم فيه هو أن هناك تقريبا 8 مليار دولار حوالات مغتربين يتم تحويلها لليمن، فكان الخوف أن المبالغ هذه تتكدس في البنوك، والبنوك تكون تضعها في البنك المركزي أذونات خزانة، ويأتي الحوثيين يأخذونها مرة ثانية ومرة ثالثة. فعملية البلان الذي وضع تم تقريبا قبل شهر أو شهر ونص إخراج ما يقارب مليار أو مليار ونص دولار من اليمن، تم تهريبها وتم السماح للبنوك بنقلها للخارج. كان الخوف بصراحة بأن جماعة الحوثي يقوموا بالسطو عليها، كان المبلغ كبير، وبصراحة لم نكن نحب نتكلم إطلاقا في الإعلام حتى خرج المبلغ الكبير هذا من اليمن، فكنا نخاف أخذه استولية على جماعة الحوثي وتمويلهم عدة سنوات. فكانت اللعبة مع جماعة الميليشيات الحوثي يعني كانت عبارة عن لعبة ذكية قامت فيها بعض الجهات الحكومة لإعطائهم نوع من النفس في البنك المركزي، وفي نفس الوقت تم نقل بعض الأموال بنوك الخاصة. ما حصل في اليمن تقريبا هي تقريبا 8 مليار دولار، وهذا الجانب السلبي. قامت جماعة الحوثي بأخذ أموال الناس، جميع الشعب اليمني الذي أودع أموالهم في البنوك اليمنية أخذها البنك المركزي سندات حكومية، فقام الحوثيين وأخذوها من البنك المركزي عن طريق مشاريع وهمية، عن طريق تكاليف علاج، عن طريق مجهود حربي، عن طريق تكاليف وزارة الدفاع. وكما نعرف ما زالت أبواب وزارة الدفاع، ميزانية وزارة الدفاع لم تتغير من 2009 و2008، ما زالت نمشي على نفس النمط في وزارة الدفاع أنها ميزانية مفتوحة، المخابرات ميزانية مفتوحة، وما زالت البنود مثل ما هي. حصلت كارثة، حصلت شيء يخجل بصراحة، أي انقلابي في العالم لم يعمل ببلده مثل ما حصلت في العالم. انقلاب للتدمير، يعني سياسة ممنهجة للتدمير. حصلت انقلابات في كل دول العالم، ولكنهم يقومون بمحاكمة رئيس النظام وخلعه من الحكم وإدارة الحكم. وإدارة الحكم بالطريقة التي ما حصل هو ليس خلع النظام، لم يكونوا اكترثوا بالنظام أصلا، كانوا التوجه نهب مؤسسات الدولة التي هي أصلا ضعيفة. يمكن أصعب حلقة بصراحة أن يتكلم فيها هي اليوم. إحنا على ماذا أتكلم؟ نهب البنك هذا وأصبح خالي الوفاق. الإجراءات التي تقام الآن هي فقط لحماية المستقبل. طبعا جماعة الحوثي أخذت تمويل ما يكفيها يمكن لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات لشأن الحروب. لشأن الحروب مؤسسات الدولة نهبوا ما استطاعوا أخذه، بدأوا فيما غلي ثمنه وخف وزنه وانتهوا بأي شيء، أي شيء استطاع يأخذه. لكن الهيكلية المالية الجماعة تغيرت، فالجماعة اللي كانوا يأكلون وجبة أو وجبتين أو ثلاث وجبات في اليوم كما يقولون
كانوا زمان أصبحوا الآن يركبون سيارات فارهة وأصبح لديهم قصور وتكاليفهم أصبحت كبيرة. فلم يعد الميزانية البسيطة التي كانوا يختاتون عليها في الماضي الآن تكفيهم. فهم شهور وسوف تبدأ عملية الإفلاس داخل الجماعة. ويبدأون يسألون أنفسهم من أين سنصرف على أنفسنا؟ ماذا سوف نعمل بالآخرة؟ الصورة ضبابية. لا شيء واضح. هل سوف يتعامل معنا المحافظة عدن والأخوان في الجنوب؟ هل سيسمحون؟ نعم هناك كثير من الأسئلة التي نعم كلها فعلا كما قلت ضبابية، وربما الخشية من مواقف الحكومة ربما التي يعني البعض يجدها أنها لم تكن يعني بالموقف الذي يفترض أن تكون به كحكومة. هناك خشية أيضا من إدارة هذا الملف، هذا الملف صعب جدا. هناك أيضا من طرح فكرة انتظرتم حتى أنهى الحوثيون البنك تماما وأتيتم لتتحملوا أعباءه أمام الناس، يعني في نهاية الأمر إذا تم النقل الحوثي وصالح سيقولون الحكومة هي نقلت، نحن كنا نسلم الرواتب حتى الشهر الماضي. لا هو شيء إيجابي وشيء سلبي. للأمانة أن التحالف من اليوم الأول كان يريد نقل البنك. نعم. كانت المعارضة بصراحة هي الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تقول يجب أن لا يتدخل البنك المركزي في الحرب الموجودة في اليمن. فالولايات المتحدة هي اللي رفضت لمدة عامين حتى أفلس البنك. فقامت الولايات المتحدة وأوزعت باتفاق مع قيادات في البنك المركزي منهم إبراهيم النهاري وكيل البنك المركزي الذي الآن مقيم في الولايات المتحدة، لأنهم سوف يقوم بطباعة 400 مليار ريال وضخها في السوق مرة أخرى. طبعا هذا سوف يحدث انهيار أيضا في سعر العملة وسعر الصرف. نعم. دعني أستاذ عبد الكريم أسألك عن مصلحة أمريكا في مثل هذا الأمر، في عرقلة مثل يعني توقيف البنك منذ اللحظات الأولى للعاصفة. ولكن اسمح لنا انضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. مساء الخير أستاذ نجيب. يا مساء النور والعافية. أستاذ نجيب، يعني تناولت في كثير من كتاباتك عن إسقاط الانقلاب بعد نقل البنك المركزي يعتمد على جعل عدن عاصمة حقيقية لكل اليمنيين وحاضن للدولة أيضا، برأيك هل ستكون عدن كذلك؟ لا، هناك إشكاليات كثيرة اليوم، يعني نكون واقعيين، يعني الحكومة انتقلت إلى عدن وظلت هناك 45 يوم لكنها ظلت داخل معاشيك، يعني ظلت عدن يعني معزولة عن الحكومة. هناك تكوينات متعددة في يعني داخل عدن هي المتحكم والمسيطر، والحكومة لم تملك السيادة على إدارة هذه العاصمة. وبالتالي اليوم نحن أمام تحدي حقيقي، هل بالإمكان أن تتحول عدن إلى عاصمة حقيقية؟ بالذات بعد نقل البنك المركزي أن تتحول إلى عاصمة حقيقية، بمعنى أن تكون هي الحاضن يعني الحاضنة الحقيقي وتكون حاضنة خالصة للشرعية، وبحيث تكون الحكومة الشرعية هي صاحبة السياسة وهي صاحبة يعني هي من تتخذ القرارات في مختلف الترتيبات الأمنية والعسكرية وأيضا التنموية ومختلف جوانب الحياة، بمعنى أنه أن الحكومة لا بد أن تكون هي يعني صاحبة القرار الأعلى في عدن. أما أن تظل المحاصرة داخل معاشيد يعني ما فيش فائدة. كيف بالإمكان اليوم تأمين البنك المركزي داخل عدن إذا لم تكن الحكومة قادرة على أن تسيطر على هذه الفوضى، الفوضى المنظمة الموجودة داخل عدن؟ عدن تعاني من فوضى كاملة، وهناك تناقضات أساسية، هناك قوة حقيقية داخل عدن تتناقض أساساً مع فكرة الشرعية. الشرعية أهدافها محددة وهي تمثل الجمهورية اليمنية، وبالتالي أي أفكار متناقضة مع فكرة الشرعية وأهدافها أنا أعتقد أنه انقلاب آخر، وإن كان تحت المبررات يعني قد تكون صحيحة بالنسبة لأصحابها لكن بالنسبة لنا غير صحيحة، وتمثل عامل إعادة كاملة في حربنا الحالية. وبالتالي اليوم المعركة الحقيقية هي داخل عدن. مسألة تحرير صنعاء مسألة وقت، وإذا لم نتمكن من تطبيع الأوضاع
ولم تتمكن الحكومة من إدارة الدولة من داخل عدن، عدن لا بد أن تكون عاصمة حقيقية حتى تتمكن الحكومة من إدارة الدولة كلها وإدارة كافة المناطق الجمهورية، وبالذات بعد سيطرتها على مالية الدولة اليوم. اليوم الحكومة ستدير صنعاء وهي تحت سلطة الانقلاب من خلال البنك المركزي ومن خلال يعني الرواتب والموظفين ومتابعة ما يجري داخل المؤسسات. نعم، هناك ملفات شائكة في الحقيقة تنتظر الحكومة على الصعيد المالي والأمني والسياسي أيضا. برأيك يعني أستاذ نجيب، ما الذي على الحكومة أو ما الذي يتوجب عليها فعله بعد تحرير مالية الدولة من سيطرة الانقلاب؟ هل يعني يتبع ذلك التحرير نجاح اقتصادي، وهل ستكون الحكومة قادرة على إدارة هذا الملف؟ اولا هذا ملف معقد وهو ملف صعب، لكن هو كان يعني مساله من البنك المركزي جاءت متاخره بعد ان البنك اصبح مفلس، وبالتالي اليوم يعتمد مساله نجاح هذا القرار يعني ضروري يكون هناك يعني خلينا نقول حزمه كامله من القرارات المتنوعه، سواء كانت اقتصاديه من خلال السيطره على الموارد المحليه بكافة أنواعها، يعني لابد من دعم خارجي من الدول المانحة وبالذات من دول التحالف العربي ودول الخليج بالتحديد. المسألة الأخرى هي مسألة ترتيب أوضاع الأطراف المتحالفة مع الشرعية، المتحالفة مع التحالف، بما في ذلك لابد من ضبط يعني القوى الجنوبية المطالبة بالانفصال والرافضة لتواجد الشرعية داخل عدن، وإذا قبلتها فقط من أجل التحالف كلام لا يصح. لابد أن يكون للتحالف كلمته في إقناع هذه الأطراف بأن يكونوا تعبير حقيقي داخل بنية الشرعية، وبالتالي يعني خطابات كارتباط مسائل تكرير المصير لابد أن تنتهي بشكل كامل لأسباب رئيسية. اليوم لدينا متغيرات جذرية كاملة، ولدينا مشروع كامل اسمه يعني اسمه مخرجات الحوار اليمن الاتحادي. اليوم لابد أن يكون الخطاب كله مركز على فكرة اليمن الاتحادي، لأنه خلق تناقضات داخل المناطق المحررة مع الشرعية لن يؤدي إلا إلى فشل الشرعية وفشل التحالف، وبالتالي استمرار العصابات داخل صنعاء مهيمنة. المسألة تحتاج يعني الى قرار واراده. نعم، اذا شكرا جزيلا لك. تشكيل مختلف القوى. نعم، تفضل استاذ. مساله تدليل هذه الاطراف التي ترفض فكره ان تتحول عدن الى عاصمه حقيقيه، انا اعتقد انه يفتح لنا اطلاب كثيره وكوارث مستقبليه لن نتمكن من معالجتها. لابد من قرارات حاسمه وتحويل عدن الى عاصمه حقيقيه. بدون ذلك نقل البنك المركزي لن يحقق الاهداف يعني المرجوه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، كنت تتحدث قبل اتصال أستاذ نجيب بأن أمريكا رفضت نقل البنك المركزي منذ بداية العاصفة، إذن يعني ما الذي جعلها ترفض، وهل وافقت حاليا حتى تم نقل البنك؟ هو صراحة هم سبب اللخبطة اللي احنا فيها في الشرق الأوسط هم إدارة الأمريكان. ماذا حصل في سوريا؟ ما هذا حصل في كل مكان، لكن أن نقوم نستسلم هذا الغلط. هم شيء لا يعنينا بصراحة موقف الأمريكان، ونحن دائما بصراحة نتكلم إذا أتى السفير الأمريكي أو المدير الأمريكي فليخبروه الأخوان في الحكومة بأنهم مشغولون، لا يعنينا بصراحة. لا هم لكنه يعني مؤثر حتى يعني بأنهم ضغطوا ما دمنا حكومة شرعية. نعم، ونحن أصحاب القرار، فبصراحة موقفهم لا يؤثر. الدول التي عندها سيادة بصراحة لا يهمهم بصراحة. طيب أنت تتحدث على ما يفترض أن يكون، ولكن ما هو واقع؟ لا، لأن الموضوع ليس مخيف. نقل يعني هل أفهم منك أن قرار نقل البنك المركزي جاء رغما عن إرادة الولايات المتحدة؟ مرصد ضغوط بصراحة بالذات من قبل المملكة العربية السعودية، مرصد ضغوط عنيفة بصراحة لنقل البنك. نقل البنك بصراحة وأصبحت على حد المصارحة والمجارحة في بعض الملفات، وبالذات لما نشاهد موضوع الملف اليمني
افسد العلاقه بصراحه وخرب العلاقه بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده. وبدانا نشاهد تصريحات هنا وتصريحات هناك، وصلت الى حد الحديث على تجميد احتياطيات واشياء كبيره. دعونا نتكلم على الاشياء الان. الموضوع سهل. اولا، نقل البنك المركزي ليس بالشيء المخيف او الصعب. نقل البنك المركزي هو عباره عن 200 موظف و300 موظف يقومون باداره الودائع التي تضعها البنوك المحليه وتسحبها البنوك المحليه، ويقومون باداره حسابات الحكومه وما تحتاج الحكومه من نقود، تحويل حسابات. يكفي مبنى دور واحد فقط بخمسين موظف يقومون بعمل البنك المركزي، الكم الكبير من الموظفين لا يعملون شيء بصراحه الموجودين هناك. هذا بسبب البنك المركزي عمله. مثل ما انتقلت رئاسه الجمهوريه الى الخارج وانتقلت رئاسه الحكومه الى الخارج، لماذا الدوشه هذا كلها على البنك المركزي؟ الموضوع ليس صعب. الصعب في الموضوع هو لماذا التأخير، وتكلمنا عليه سابقا. نعم، إذا كما قلت يعني هو ملف ماضي لماذا أخر يعني الآن في الحاضر. يعني هذه خطوة مستقبلية يترتب عليها الكثير من الأمور التي يجب على الحكومة عملها. ما الذي تحديدا دعينا هنا؟ نعم. أولا حتى نكون عمليين، نعم، يعني موضوع أموال الناس. هناك ما يقارب تقريبا بحوالي 8 مليار دولار الى 10 مليار دولار هي ما ودعات المواطنين في البنوك. البنوك وضعتها في البنك المركزي ما يقارب بحوالي 70%. 10% و15% عباره عن سيوله في البنوك بحسب قانون البنك المركزي، و15% عباره عن تغذيه حسابات البنوك في الخارج. الرافد الاساسي للعمله الصعبه هي تحويلات المغتربين، والرافد الاساسي للعمله الصعبه في الحكومه هي تحويلات النفط. الأولى انقطعت، الثانية ما زالت موجودة اللي هي المغتربين، تحويلات المغتربين على عكس ربما هي زادت. فالآن أموال الناس هنا في مخاطرة في الأمر بصراحة. ماذا لو قال بنك من البنوك اتفق مع الإدارة السابقة الفاسدة في البنك وقال أنا أودعت في البنك المركزي 400 مليار ريال يمني، بينما لم يودع إلا 200 مليار يمني فقط. هنا يجب بصراحة أولا أن نكون التأكد، وهنا نتكلم التأكد من عملية إيداع أموال الناس. البنك المركزي ملزم بدفع كل أموال البنوك والناس. غلطة الحكومة اليمنية لم تتحرك مبكرا في أوان. أما أموال الناس وأموال المودعين الحكومة اليمنية ملزومة فيها الآن، بعد سنة بعد 10 سنوات سوف تكون كارثة إذا لم تدفع، لن يثق فينا. حتى وإن مثلا فرطت فيها الميليشيا، حتى لو صرفتها في نهاية الأمر يتعمل عمل السارق، يعني هذا هو ملزم الحكومة، ولكن الواجهة الشرعية يفترض أن تتحمل. وأنا أقول للناس بصراحة، قد تتأخر عملية دفع مستحقاتكم، لكن حتى لو انتظرتوا 10 سنوات الحكومة اليمنية والبنك المركزي ملزم فيها، ويستطيع أي مواطن يمني رفع دعوة ضد البنك المركزي وضد الحكومة اليمنية، وسوف يقوم بتجميع داخل وخارج، والقانون يلزمهم بالدفع أولا. وهناك أصلا في القانون اليمني البنوك لم تعلن إفلاسها بسبب خسارة استثمارية، وإنما قد تفلس بسبب مشاكل البنك. هذا أموال الناس. الشيء الثاني أموال التجار. أموال التجار يجب أن تعامل نفس معاملة أموال الناس كما حصل في بيروت أثناء الحرب الأهلية. كانت البنوك اللبنانية تعمل، ويجب أن هنا نكون محترمين، وأنا أتكلم عدات عن الشرعية وعن الحكومة اليمنية، يجب أن نكون محترمين في التعامل، ويكون هناك رقي في التعامل وليس تعامل الميليشيات. أموال الناس وأموال التجار يجب أن تعرف الحكومة اليمنية أنها ملزمة بدفعها، يتفقون معهم يضعون خطة في عمل جدولة، لكن أموال الناس يجب أن تدفع، لأن النتيجة أن لن يثق أي شخص آخر في أي بنك يمني. نعم. إذن قبل أن تكمل اسمح لي بالمقاطعة. أستاذ عبد الكريم ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء من الرياض. مساء الخير أستاذ غمدان. هلا وسهلا أختي، ومساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ غمدان. حكومة الدكتور بن دغر كيف ستتعامل مع هذه الخطوة المتمثلة بنقل البنك إلى عدن أستاذ غمدان؟ لا شك أن هذه الخطوة جاءت، ولدينا في الحكومة الشرعية عدد من الخطط وعدد من الإجراءات تم اتخاذها قبل إعلان قرار فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي بنقل البنك وتغيير إدارته المنتهية. وبالنسبة للقرار الذي اتخذه وهي إدارة البنك المركزي ونقله عملياته إلى عدن، الحكومة سوف تفي بكل ما عليها من التزامات سواء كان بالدين الداخلي أو الدين الخارجي. سوف
ترفد البنك المركزي البنك المركزي بعد نقله بالموارد بالموارد وذلك حتى يتم تهيئة هذا البنك للإيفاء بالالتزامات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين كما أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء هذا اليوم. نعم، طيب هل نستطيع القول أن نقل البنك سيتبعه حضور للدولة وعودة كاملة للحكومة، خاصة وأن هناك أحاديث يعني عن عودة الحكومة كاملة بعد عيد الأضحى؟ نعم، سوف يتبع عدد من الإجراءات من ضمنها عودة الحكومة بجميع أعضائها والمستشارين مثل ما ذكرتي، سوف يكون هناك يعني عودة للحكومة. وفي الأساس الحكومة هي كانت متواجدة في عدن، وإجازة عيد الأضحى المبارك وزيارة قيام رئيس الوزراء بعدد من الزيارات الخارجية، الحكومة كانت متواجدة في العاصمة المؤقتة عدن وما زالت متواجدة. الذي دفع أن الحكومة انتقلت يعني لعدد من الزيارات الخارجية قام بها دولة رئيس الوزراء. نعم، إذا فيما يتعلق بملف الاقتصاد وراتب الموظفين بالذات أستاذ غمدان، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، كيف سيتم التعامل معها؟ هل تم تدرج ذلك؟ رئيس الوزراء أكد الرئيس الوزراء اليوم أن الحكومة ستأتي بكل ما عليها من التزامات وسوف تقوم تحمل مسؤوليتها تجاه كل المواطنين، تجاه المواطنين في المناطق المحررة والمناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثيين يعني وذلك موظفي الدولة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك غمدان الشريف سكرتير صحفي لرئاسة الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ عبد الكريم، أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الكريم. استمعت إلى حديث الأستاذ غمدان الشريف، ربما نركز على نقطة أن الحكومة يعني بتصريح بن دغر رئيس الوزراء ستتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الموظفين، هل ستفي الحكومة بذلك برأيك؟ دعنا نتكلم على مرتبات الموظفين. نعم. هي يعني هذا أكثر في نهاية الأمر، هذا أكثر ما يهم المواطن البسيط، هل سأستلم مرتبي أم لا؟ أصلا مرتب قليل في الأول والأخير، لا يكفي العيش الكريم. هو المرتبات تصل إلى 7 مليار دولار في السنة. في السنة إذا على مستوى الشهر تصل إلى تقريبا 600 مليون دولار. إذا أخذنا أن عادة إنتاج بيع النفط اليمني مرة أخرى قد يصل إلى 300 مليون دولار، سوف يصبح العجز تقريبا 50%. هنا يبدأ عملية الجمارك والضرائب بمنتهى البساطة، يقومون بتحصيل الجمارك والضرائب في ميناء جيبوتي، بما أن ميناء الحديدة ما زال خاضع للميليشيات وميناء عدن ما زال موجود. لا ننسى منفذ الوديعة يعني ربما تضاعف. لا أتكلم بشكل عام، أتكلم بشكل عام بشكل عام بشكل مهني، جميع المنافذ يتم تحصيل الجمارك والضرائب منها التي قريبة مشرفة على دخول المشرفين التي تضع في مناطق الميليشيات في مناطق الدولة التي تتم استخدام الأشياء. تبقى معنا شركات الاتصالات التي ما زالت الميليشيات تأخذ منها، بالذات شركة اليمن موبايل، وهنا يجب عملية اللي هي قطع الانترنت وخدمة الاتصال عليها إلا إذا استخدمت عبارة عن إشراف إلكتروني على الحسابات هذه المؤسسات وهذه الشركات. هنا نتكلم عن الأشياء الأخرى التي يجب أن تنفذ. نقل إدارات العامل لجميع البنوك، لا يستطيع البنك المركزي أن يعمل في عدن وجميع إدارات البنوك موجودة في صنعاء، يجب عليهم أن يتم النقل. وهنا هل محافظ البنك محافظ عدن هل يستطيع أن يحمي بصراحة يعني تكون عدن عاصمة كما قال ضيفك السابق لكل اليمنيين أو لا؟ البنوك الخاصة لا توجد عندها مشكلة الانتقال لعدن ونقل إداراتها لعدن، لكن هل سوف يستطيعون بصراحة أن يتم حل المشكلة الأمنية الموجودة هناك؟ لماذا لم تكن مأرب؟ لماذا عدن وليست مأرب؟ هو الشيء الثاني، لماذا لم يتم الآن الاستعجال في عملية حسم دخول العاصمة صنعاء؟ ربما عملية نقل البنك المركزي هي خطوة لعملية ضوء أخضر الآن لعملية الدخول العاصمة صنعاء، فما زالت الصورة ضبابية، ولكن هناك خطة بصراحة يعملوا عنها. أتوقع بصراحة الموضوع لم يعد يخص الحكومة اليمنية ولم يعد يخص أشخاص، أصبح الموضوع يخص التحالف وأصبح الموضوع أكبر بصراحة من عملية نتكلم على مليار أو 2 مليار دولار. نتكلم على بعض الأشياء،
يجب عليهم الآن تقييد كل المبالغ التي أخذت سندات من البنوك، حتى لا نتفاجأ ببعض البنوك في المستقبل أن يقولون إحنا دفعنا مليارات أكثر ومبالغ أكثر ولن تحصل هذا. من الأشياء التي بصراحة يجب على البنك المركزي الجدول الزمني. الآن عملية التواصل مع البنوك والتواصل مع الناس الذين يريدون سحب أموالهم، هناك 100 سؤال لم يجب عليها الحكومة اليمنية، قالوا نحن ملتزمين بكل شيء وسوف ننفي بالتزاماتنا، وهذا أعتقد أنها رسالة كافية. نعم، هذه الثقة أو هذه اللغة الواثقة، يعني هل وراءها وعود من قبل يعني الدول التي كانت تمنح الهبات لليمن والمساعدة الدولية، وعود من قبل التحالف، وعود أيضا بقروض مستقبلية لإنعاش الاقتصاد من جديد؟ بند المرتبات يستطيع الحكومة اليمنية حاليا بدون مساعدة تغطيته ببيع البترول بيع الغاز، ولكن البترول والغاز فيه مشاكل تفجيرات وهذا المشكلة، وتحصيل الضرائب والجمارك، فيستطيعون تغطية البند الأول وربما يكون هناك فائض فيه. تحصيل الضرائب وبعض المشاكل في منطقة صنعاء وما صنعاء لا توجد هناك صراحة آلية فيها. لديهم كشف مرتبات موظفين 2014 يجب أن يعتمد، هو لا تعتمد أي شيء حصل بعد 2014 بعد الانقلاب. وهذا سوف هذا ما سيحدث أو هذا أحد الثمن الذي سوف تدفعه الميليشيات بصراحة، ومن عاونهم الميليشيات عندما يتفاجئون بأن الوعود الذي وعدهم إياها سماحة السيد عبد الملك الحوثي تبخرت كلها وذهبت أدراج الرياح. فهذا الأشياء الذي موجودة، أنا بصراحة متفائل ومتخوف. من ماذا متخوف؟ متخوف أولا بصراحة رأينا كيف تم معاملة المقاومة في عدن الجرحى. تخشى الخذلان يعني؟ أخشى الطعن في الظهر بصراحة، ولذلك يعني ما حصل هناك كان شيء مخزي. مقاومين وجرحى يتم حجزهم ويتم إهانتهم ويتم حبسهم ويتم منع الدعم صراحة. ولكن هناك يعني ترحيب الزبيدي بالقرار، وليس كافي يعني أن يعرف بأن هذا القرار يعني أن عدن ستتحول لعاصمة لكل اليمنيين؟ لم نلزم أحد بشيء بصراحة. نحن الجمهوريين في الشمال ساندنا المقاومة حتى تم تحرير الجنوب بشكل عام، والآن نسعى لتحرير عاصمتنا. قمنا بكل شيء مطلوب منا. كل الجمهوريين في الشمال مرتباتهم مفصولة من 2014، مهجرين متهمين بالعمالة والارتزاق. كل شيء، احنا صفحتنا بيضاء وعملنا الذي نستطيع عليه، وكل الخلافات بيننا على أشياء بسبب حتى لا تتشوه سمعة أي طرف من الأطراف. صفحتنا بيضاء، نحن الجمهوريين في الشمال صفحتنا بيضاء. نفتح ذراعنا للجميع، لم نخن أحد، لم نغدر أحد، لم ننهب أموال أحد، لم نقتل أحد، نحن الضحية ونحن نتحمل كل شيء. فمن أراد صراحة أن يمشي معنا في هذا السفينة وندعم سفينة الشرعية كان بها، ومن طعننا في الظهر إحنا تحملنا طعنات كثير، يعني ليست أول مرة أو ثانية مرة أو ولا لم عد شيء هناك صراحة نخسرها. بس أحب أطمئن الناس مهما حصل أموالهم سوف تعود. اليوم جاءتني رسائل كثيرة اليوم وأمس، أموالنا أموالكم، نريد منك تقرير أموالكم دراسة. أموال الناس الحكومة مزومة فيها الآن بعد سنة بعد 10 سنوات، لكن يجب أن يحاكم بن همام. وهنا بصراحة منصر القعيطي محافظ البنك المركزي الجديد أول خطوة لإثبات جديته ووقوفه مع الشرعية هي محاكمة بن همام، رفع الطلب في المحكمة في عدن بمحاكمة بن همام وتوجيه له تهمة الفساد ودعم الميليشيات ودعم الانقلاب. كثير من كان يقول بأن بن همام هو من يعني حافظ على البنك بهذه الوتيرة، وإلا أن المسألة انفرطت منذ زمان. لم يكن البنك ملتزم، كان صرفت مليارات أموال الناس، أخذت من البنوك، أخذت أموال الناس، الناس الأرامل والناس هناك أرامل تضع وديعة في بنك لتصرف على أنفسها مبلغ شهري، أخذت من البنوك وسلمت البن همام كأمانة في البنك المركزي وهو يقوم تسليمها من جود حربي. هذه جريمة، وهذا بصراحة أنه يجب الشخص هذا، أتوجه للأخ منصر القعيطي محافظ البنك المركزي، أن أول عمل يقوم فيه هي رفع دعوة ضد محمد بن همام والقاء القبض عليه، بلغ السلطة في عدن ويدعى في الحبس لمحاكمته.
نحن بتلنا بسبب فلوس البنك المركزي. المسؤول المحترم يقدم استقالته إن وجد صعوبة في يقدم استقالته. كان يستطيع أن يسافر الخارج بالهمام ويحتفظ بتوقيعه ولن يصرف ريال من الاحتياط اليمني. كان يستطيع أن يعمل 100 شيء في نفس الوقت. لكنها عام ونصف والبنك المركزي يضخ أموال للإنقلابيين وعشرات الآلاف. أليس هذا بسبب تحييد البنك المركزي الذي تم الاتفاق عليه ووافقت عليه الحكومة على مضض؟ لم يكن محايد، ولكن يعني الجميع وافق، يعني هو يعمل بتلك الصورة عام ونصف بموافقة الجميع. ننسى 2014، حتى أن الإرادة محافظات الإرادة التي كان ممكن أن تستفيد منها الشرعية كانت تصدر تماما للبنك بكل سهولة، يعني حتى كان يستغرب الكثير كيف تدفعون لهم أموالا يقتلوننا بها. بصراحة البنك هذا بنك فاسد، بأتكلم بصراحة كخبرة شخصية. في عام 2009 و2010 كانت نص عائدات النفط والغاز في اليمن لا تذهب لحسابات البنك المركزي، كانت تذهب لحسابات في الخارج والبنك المركزي بينهما ما يعرف ذلك، والوكلاء البنك المركزي الذي تحته يعلمون ذلك. في 2013 و2014 كانت تأتي حوالات من خارج اليمن فيها غسيل أموال، فيها الدعم للميليشيات المسلحة، ساهمت في الانقلاب، ولم يكن البنك المركزي يضع المعايير وكان هناك تغاضي من الطرف. لا نفتح الآن، نحن الآن في حالة حرب، لكن كل بيت تم فجر وكل أسرة رمر رب بيتها سوف يتم محاسبة كل شخص تعاون في المسخرة اللي حصلت في اليمن. لن تضيع حقوق الناس، وصراحة أقول للناس لن تضيع دماءكم، لن تضيع أموالكم، سوف يأتي يوم تكون المحاسبة. نعم أستاذ عبد الكريم، يعني على ذكر القعيطي، يعني في مؤتمره الصحفي اليوم طرح الكثير من النقاط وكشف مدى ألاعيب البنك المركزي الذي يعني أنت تجد أو ربما هذه الألاعيب كلها فعلا المسؤول الأول والأخير فيها هو بن همام. هناك مخالفات قانونية للبنك المركزي بحسب هذه التصريحات، إدارة حساب الحكومة في البنك برأيك هل كانت بصورة مخالفة للقانون؟ كيف تمكنت الميليشيا من إدارة أو التصرف بالموارد العامة للدولة؟ والله هم كانوا بالنسبة لموارد الدولة كانوا يصلوا في مرحلة من المراحل أن لديهم الإذن الإلهي، لم يعودوا أصلا يلتزمون بجميع المعايير. فالمؤسسات الإرادية كانوا يقومون، إذا مثلا على سبيل المثال تليمن ويمن موبايل لديها حسابات في بنوك محلية، فهم من عينوا مدير التنفيذي لشركة يمن موبايل في اليمن، وهي يقوم بوضع شيك للبنوك وتأفر اسم البنك، وثم البنك يقوم بصرف الميليشيات. محافظ البنك المركزي يتفرج، وهذا مؤسسات إرادة الدولة، ثم يقوم بأخذ سندات من البنوك الحكومية، من البنوك الخاصة والحكومية، أموال المودعين والبسطاء والأرامل والنساء والأطفال، يأخذ أموالهم وحساباتهم ويسلمها للميليشيات، بينما المؤسسات الإرادية في الدولة الميليشيات تأخذ أموالها مباشرة. وهنا نجيب على منص القعيطي. بصراحة إحنا بصراحة الآن بدنا نحط معايير، إذا كان الشخص هذا جاد ونتمنى، وبصراحة سمعته ممتازة الشخص هذا منص القعيطي، إذا كان جاد فأتمنى أن أول قرار يقوم بتنفيذه هو البلان محافظ البنك المركزي بينهما وتبليغ عنه وإيداعه في الحبس ومحاكمته. إذا غض الطرف عنه هنا بصراحة تبدأ المأساة، ربما ليس يعني من صلاحياته لا يستطيع أنه كصلاحياته محافظ البنك المركزي، البنك المركزي ملك للدولة، أن يقوم في البداية بالمسخرة التي حصلت كلها ويقوم برفع دعوى قضائية. نعم رفع دعوى. إذن اسمح لنا أن ننضم إلينا الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. عفوا قد نفذ رصيدكم، يرجى إعادة شحن البطاقة. فقدنا الاتصال، لا بأس نحاول التواصل بك مرة أخرى أستاذ مصطفى. عودة إليك، كنا نتحدث عن الأخطاء التي أو التجاوزات التي قام بها البنك المركزي، منها يعني المخالفات القانونية. هل هناك يعني ذكرت أيضا أخطاء أخرى، حرمان موظفي المؤسسة العسكرية والمدنيين أيضا الذين ينتمون للحكومة من الرواتب، صرف 25 ريال يمني شهري، المجهود الحربي، إجمالي السحوبات القانونية غير القانونية من خزائن البنك والتي بلغت 450 مليار يمني حسب حديث القعيطي. كيف يمكن الحديث عن كل هذه التجاوزات؟ أنا كنت نائب رئيس تنفيذي لأحد البنوك اليمنية،
كان حسابات مؤسسات الدولة في 2014 لدينا 178 مليار ريال، الآن الحساب صفر باختصار. اختصار هذا في أحد البنوك. مسخرة بصراحة اللي حصلت. يعني حتى أحيانا بصراحة نحاول لا نتكلم بكل شيء أمام المواطنين، لكن هذا من الأشياء اللي حصلت. يجي بصراحة محاكمة مسؤولين في البنك المركزي، لأن هذه مليارات، والمليارات هذا استخدمت ليس للفساد وإنما لقتل الناس، يعني ليس فقط، يعني لو كانت لفساد وعملوا فيها قصور وفلل وشركات يتم محاسبتهم في القضاء. نعم. إذن عاد إلينا الأستاذ مصطفى نصر. أستاذ مصطفى، يعني نتحدث أنا والأستاذ عبد الكريم حول الأخطاء أو التجاوزات التي قام بها البنك المركزي حسب تصريحات القعيطي. يعني ما هو رأيك حول المعلومات التي تم ذكرها؟ عفوا، أنا لم أتابع ما ذكره الأستاذ، وبالتالي هل تابعت المؤتمر الصحفي للمحافظ القعيطي محافظ البنك الجديد؟ نعم تابعته. نعم، يعني ماذا عن دقة المعلومات التي تم طرحها، وكيف يمكن تلافي كل هذه التجاوزات أستاذ مصطفى، خاصة وأنت علقت كثيرا على موضوع نقل البنك إيجابيا وسلبيا، وكيف يمكن التعامل مع هذا القرار؟ في الحقيقة موضوع التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، هي هناك العديد من التجاوزات التي ذكرتها الحكومة، وهناك أيضا متطلبات أساسية لعمل الحكومة أصلا. نعم. الأهم من هذا الموضوع كله هو موضوع استعادة إدارة الشأن الاقتصادي وعدم أو حالة التدهور والانهيار الحاصلة. الآن الذي كان يحدث أنه الاقتصاد اليمني ينقل اعتراف محافظ البنك المركزي السابق بن عمان أنه يتعدى القدرة على دفع المرتبات، وبالتالي عدم القدرة على أي نشاط، بل عدم امتلاكه لثروة، أيضا حالة الاستنفاد للاحتياط النقدي وغيره. كان أي تأخير في هذه العملية هو يقود إلى أنه البلد من ناحية دولية يوضع الكثير من القيود في هذا المصرف والنشاط مع العالم. داخليا أيضا تنفقد كل الإيرادات فيما يتعلق بدفع المرتبات، الاحتياطي تم استنزافه وبالتالي لتغطية المواد الأساسية، وبالتالي هذا القرار كان كخطوة هي لوقف عملية الانهيار الشامل، وبالتالي يجب أن ينظر لها من هذه النقطة. النقطة الأخرى فيما يتعلق بعودة الحكومة، لا يمكن أن نتحدث عن عودة الحكومة وإدارتها للشأن الاقتصادي في البلد ما لم تدير البنك المركزي ويكون تحت إدارتها وتحت مسؤوليتها. كل كان هناك بالنسبة للقرار بصورة عامة هناك مخاطر كبيرة أو تحديات على المستوى المحلي وتحديات على المستوى الدولي، وهذا يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة. يفترض أن يكون هناك تنسيق واضح وقوي ودعم أيضا من دول الخليج، دعم مالي مباشر الآن للموازنة العامة للبنك المركزي، بحيث يستطيع أن يفيد الالتزامات الرئيسية. أيضا لابد أن يكون هناك تنسيق مع صندوق النقد والبنك الدولي. نعم، إذا يعني هناك الكثير من الخطوات التي يجب على الحكومة عملها. أعذرنا أستاذ مصطفى نصر لرداءات الصوت من المصدر، شكرا جزيلا لك مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أخيرا أستاذ عبد الكريم، في أقل من دقيقة أبرز خطوة يجب على الحكومة اتخاذها في الوقت الحالي. أولا هي تسجيل مال الناس، ليعلم الناس كلهم ما لهم، وإذا لم تستطع الحكومة أن تعطيهم سندات إشعار أن أموالكم عندنا. الخطوة الثانية هي نقل الإدارات العامة للبنوك أسرع قدر المستطاع أن تنتقل الإدارات العامة للبنوك إلى عدن. الثالث هي شركة الاتصالات والإنترنت، يجب أن يضعون حل هذا المسخرة في تليمان وموبايل، مبالغ مخيفة فلكية تكفي لتمويل الحرب. نعم، الكثير كان يعني يستوون حتى أن هناك سرقة تحدث على مستوى الرصيد. حسابهم كان في البنك الذي يعمل فيه حوالي 79 مليار تليمان ويمن موبايل، تكفي لتمويل الحرب.
الرابع عبارة عن إدارة الجمارك والضرائب التي تأتي لميناء الحديدة يجب أن يتم تحصيلها في جيبوتي. الخامس إذا بدأنا للعملية يتم استخدام 2014 مرتبات الموظفين. السادس توزيع المرتبات يجب أن لا تحاولوا في هذا لا توزيع المرتبات يجب أن لا تسلم البريد يجب أن لا تسلم المؤسسات تحت جماعة الحوثي حتى لا يأخذوا ولأين ستسلم خاصة في المناطق التي لديهم عبارة عن إيداع مباشر في حسابات الناس ويعتمدون هنا على البنوك الخاصة لديهم سلسلة من ليس الجميع لديه حسابات لا يذهبون المواطنين أن لفتح حسابات خاصة بالرقم الوطني ويتم إيداع المبالغ في حساباتهم لا تسلم كاش لا للصرافين ولا تسلم لموزعين مرتبات أو تسلم لمؤسسة الدولة إذن هناك كثير من المهام على عاتق الدولة هذا الشيء الأساسي نعم. وهذا شيء سهل يستطيع أن يقومون بالتنفيذ فيه ويضعون خطة زمنية ويبلغون الناس فيها ويجب على البنك المركزي أن يبقى محايد نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الكريم العواضي الخبير الاقتصادي كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني الشكر لكم مشاهدينا الكرام لن نلتقيكم في مساء اليمني الجديد كنوا برعاية الله وأمنه